دايما بنسمع كلام كتير عن أضخم الحيوانات على الأرض. طبعا أول حاجة هتيجي على بالك الديناصورات المنقرضة من حوالي 66 مليون سنة، بس كلامنا النهاردة عن أضخم الحيوانات في البحر، وهو يلقب باسم ملك البحار. يا ترى عرفت إيه هو؟ أهلا بيكو، إحنا قناة ميكس دوكيومنتري بالعربي، ويلا بينا نروح بخيالنا في أعماق البحر ونعرف كل حاجة عن الحوت الأزرق. بتنتشر الحيتان الزرقاء حوالين العالم، وبيمكن العثور عليها في كل المحيطات باستثناء أجزاء من القطب الشمالي بسبب تراكم التلج في معظم أوقات السنة حتى فصل الصيف. ومن المعروف إن الحيتان الزرقاء بتهاجر لمسافات طويلة، بتختلف أسباب هجرة الحيتان، فبتتجه للمناطق القريبة من الأقطاب للغذاء، وبتنطلق للمناطق الاستوائية عند حلول أوقات الولادة. بيتصنف الحوت الأزرق إنه من الثدييات، لأنه من الكائنات ذوات الدم الحار اللي بتتكاثر بالولادة ولا تتكاثر بالبيض، وبتتولد الحيتان متكاملة الجسد، وبيسمى صغير الحوت عجل. طبيعة الحيتان مش بتتكاثر كتير، فأنثى الحوت بتنجب مرة واحدة كل سنتين أو 3 سنين، وبتستمر فترة الحمل من 10 ل 12 شهر، وبتبدأ فترة التكاثر والإخصاب في بداية الخريف وبتستمر للشتاء. بتطفو الحيتان على سطح المية بشكل مستمر علشان تتنفس، وبتتم عملية التنفس من خلال رئة الحوت بشكل كامل، وبيصدر عن عملية التنفس ما يسمى بالنفخة اللي بتشوفها على هيئة نافورة مية، وبتتكون نافورة المية دي بسبب تكثيف بخار المية اللي موجود في تنفس الحوت الساخن عند خروجه من الحوت. بيكون الحوت من أضخم الحيوانات الموجودة على كوكب الأرض، بيوصل وزنه ل 173 طن، والرقم ده بيفوق حجم كل الحيوانات البرية والبحرية كمان. بيكون وزن لسانه حوالي 3 طن، وبيوصل طوله لحوالي 30 متر، وبيوصل وزن قلبه لوزن العربية كده. بتتراوح أعمار الحيتان بين 30 و80 سنة، وبتكون الأنثى أكبر حجم من الذكور. بيسافر الحوت لمسافات طويلة بتوصل لآلاف الكيلومترات عبر المحيطات بحثاً عن الغذاء والدفى، وبتوصل مدة السفر ل4 شهور. بيتغذى الحوت الأزرق على كميات كبيرة من القشريات بمختلف أنواعها زي الحبار والأسماك، بس أكلها المفضل هو الكريليات، وهي قشريات صغيرة جداً. بتكون الحيتان من الكائنات دائمة الحركة، علشان كده بتكون طول الوقت في احتياج لتناول الطعام بكثرة للاستمرار في الحركة والتنقل. بتغوص الحيتان لأعماق كبيرة بتوصل ل500 متر علشان تقدر تحصل على كميات كبيرة من الكائنات البحرية. بيصعب على الحيتان تحديد موقع فرائسها باستخدام بصرها بسبب الظلام الدامس اللي موجود في أعماق المحيطات، علشان كده بتستخدم صدى الصوت للعثور عليها. بيحتوي فم الحوت على صفائح مهدبة بتحتوي على شعيرات أشبه بالشارب. بتعمل الصفائح دي على تصفية العوالق الغذائية من المية والاستفادة منها، وفي كل مرة بيفتح الحوت بقه لتناول الطعام بيبتلع الحوت حوالي 5000 كيلو جرام من المية والعوالق كمان، فبيقوم الحوت بدفع الماء للخارج وبيحتفظ بالعوالق عن طريق الشعيرات والصفائح المهدبة اللي موجودة في فم الحوت. بتتصنف الحيتان الزرقاء بأنها مهددة بالانقراض بشكل متوسط، علشان انتشرت بنهاية القرن 19 وبداية القرن 20. مهنة صيد الحيتان في المحيط المتجمد الجنوبي وغيرها من الجزر الواقعة بالمحيطات زي اليابان وإندونيسيا وأيسلندا، وانتشرت بعض الدراسات إن أعداد الحيتان الزرقاء حالياً لا يتجاوز 20,000 حوت بس حول العالم، وده بسبب الصيد الجائر. وصل عدد الحيتان اللي تم اصطيادها من المحيط المتجمد الجنوبي لوحده سنة 1930 حوالي 30,000 حوت، وقامت اللجنة الدولية لصيد الحيتان بمنع صيد الحيتان الزرقاء سنة 1966. ومع كبر حجم الحيتان دي إلى إنها بتكون فريسة لهجمات أسماك القرش والحيتان المفترسة. بتتعرض الحيتان الزرقاء لمخاطر تانية غير الصيد،
بتكون ظاهرة الاحتباس الحراري واللي بتعمل على زيادة درجة حرارة المحيطات وذوبان التلج في الأقطاب بتهديد أماكن وجود الحيتان الزرقاء، وبتكون حركة الملاحة البحرية النشطة في المحيطات ليها تأثير سلبي كبير على الحيتان، فبتقوم السفن بإزاء الحيتان وقتلها وتلويث مية المحيطات بالوقود الضار والسام للحيتان. بتسبح الحيتان الزرقاء أحيانا في مجموعات صغيرة، وبيكون الشائع إنها بتسبح لوحدها على شكل أزواج مترافقة مع بعضها، وعلى الرغم من كبر حجم الحيتان إلا إنها بتسبح برشاقة وبتوصل سرعتها لأكثر من 30 كيلومتر في الساعة. أما أصوات الحيتان فالبشر مش قادرين على سماعها إلا بواسطة أجهزة استشعار خاصة، فهي تتواصل مع بعضها عن طريق سلسلة من النبضات ذات الترددات المنخفضة. بيعتقد العلماء إن استخدام الأصوات دي مش بهدف التواصل بس، لكن بيعتقد بأنها بتستغل قدرتها الكبيرة على السمع في التنقل بواسطة ترددات الموجات الصوتية في أعماق المحيطات المظلمة من خلال عملية انعكاس الصوت. بس كده، دي كانت رحلة صغيرة عن الحوت الأزرق. يا رب أكون قدرت أشرح بشكل بسيط. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وأي حد عنده أي فكرة أو مقترح أو موضوع جديد يسيبهولي في التعليقات. دمتم بكل خير.